كندد بهذه الجريمة اللي كيرتكب بها النظام في حق مواطن مغربي كيطالب حقوقه الاقتصادية والاجتماعية. وكمناضل حقوقي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الدار البيضاء كنزيد نتأدد بهذا القتل هذا وبهذه الجريمة، كنطالب أن العدالة تجري مجراها وأن كل محاسبة تكون في إطار هذه الجريمة وأن ما تمشيش هباء، وأن المناضل روح مواطن مغربي شاب مغربي ما تمشيش هبدرا، وحق العائلة وحق الحراك الشعبي في حوسيمة اللي رافع مطالب اقتصادية واجتماعية سهلة وبسيطة، ولكن النظام الجواب ديالو دائما على أي مطلب للشعب هو القمع، هو القمع والعصا. عماد العتيبي اللي في الحقيقة الموت ديالو كانت صفعة جديدة تلقيناها من بعد الوفاة ديال محسن فكري، ومن قبل منه الشباب الريفيين اللي الخمسة الشباب اللي توفوا. كنقولوا للمسؤولين، كنقولوا لجميع القوى الحية في هذه البلاد، كفانا لقد تعبنا من هذا الشيء هذا كله. On veut faire passer principalement aujourd'hui un message de condoléances d'abord à la famille de Ayman Al-Tabi, également à toute la région du Rif et à tous les militants du Hirak, et également un message au gouvernement pour dire stop à la répression et libération de tous les prisonniers politiques du Hirak. هو ثاني شهيد في الحسيمة من بعد ما تطحن محسن فكري. احنا خرجنا باش نددوا بالمقتل ديالهم بجوج، وباغي محاسبة ديال الناس اللي كانوا وراء التدخل اللي وقع في الحسيمة نهار 20 يوليوز، ومن اجل محاسبة كل سفاحين وجلادين اللي كانوا سبب في الاعتقال ديال مناضلين عزل ومسالمين تطالبوا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. عاش الشعب.